ذاك المقطع اللي 1990 الولد الصغير اللي يغني الصغير ايوه كان يغني على العود ايوه يعني. افرح عسى تفرح عيونك خلي الغريم يموت فيها وحرك مشاعر خلي مظنونك شاف المحبة وحافيها افرح عسى تفرح عيونك خلي الغريم يموت فيها وحرك مشاعر خلي مظنونك شاف المحبة وحار فيها. حتى في مقطع اخر ايضا امام الفنان محمد عبده، يعني هذه ذكريات يمكن انت تستعيدها اليوم ونقول ايضا المواقف الطريفه اللي خلتك ايضا تظهر للجمهور لما رحت لمحمد عبده، اعتقد دقيت عليه الباب في الغرفه وسمعك لاول مره، تكلم عن يعني هذه البدايات الجميله اللي انبتت لنا الفنان سالم العريمي. في يوم من الايام انا يعني ما اسمع الا للاستاذ محمد عبده. فكنت اتمنى انا لا اشوفه لو انه يعني اسمع اقاني كان عند المرحوم والدي في السياره فدائما كنت متعلق بصوته فاداءه فممكن ما كنت متخيل انني اشوفه على نعم. على الطبيعه نعم. وسبحان الله كانت في حفله خيريه وكان هو فذيك الفتره يعني معتزل اساس انه يجي يحضر الحفل الايتام فقلت اني فرصه انني اطلع من صور واروح اشوف اذا كان فعلا يعني موجود او لا حتى انا ما متيقن انه موجود والله رحت ووصلت المسقط ووصلت فندق قصر البستان ولا اعرف الغرفه ايوه بس كذا وين ساكن اهم شيء انك تشوفه اهم حاجه انني أيوه. زين لا وبعد راكب تاكسي اساسا يعني ما شاء الله ايوه شال عودي معي والامور طيبه يعني فوصلت لل اقول للاستقبال يعني اعطوني فرصه انني تعطوني رقم سويت اللي فيه محمد عبده قالوا صعب وكذا فسبحان الله شخص يداوم في البلديه ذكرى يعني لحد الان كان مار قال لي ايش تريد؟ قلت له والله اريد اشوف محمد عبده قال لي تفضل انا رايح له حلو وكذا فرصة مناسبة ايوه فشافني وانا ماسك عود قال ما شاء الله تعزف عود قلت له اعزف واغني لك بعد بعدين سبحان الله غنيت اربع اغنيات كنا جالسين فحسيت حتى تاثر فيه يعني تاثر وحتى انه كان يعني شوي لان الاغاني اللي غنيتها كانت اقدم اغاني لمحمد عبده في ذاك الوقت يعني على طول نزلنا تحت قال لي انا اخليك طعم اصطاد بك الصحفيين زين قلت له طيب نزلنا وبعدين كان المهم يعني فذيك الفتره صار في بيننا تعارف فالمره الثانيه اتصل في تليفون وقال لي تعال على زواج بنتي نوره ومن المرحله رحت الى السعوديه وشاركت في أنا والفنان أحلام في زواج بنت محمد عبده محمد نورة أيوه نورة قابلت أيضا فنانين هناك قابلت المرحوم الله يرحمه طلال مداح وقعدت معه أسبوع قمة الذوق قمة الطيبة قمة يعني تناولت منهم يعني العمالقة هذول يعني صعب أنك أنت يعني نادر أنك أنت تقابلهم تقابلهم وتكون معاهم نعم بالضبط فحسيت من محمد عبده وجهات نظر ثانية ومن عند طلال مداح الله يرحمه وجهات نظر ثانية صحيح فكل كان له وجهة نظر ف حتى كان في بيني كان بيصير في بيني وبين الأستاذ طلال مداح عمل ولكن شاءت الأقدار نعم سبحان الله صحيح وهذه كانت البداية هذه كانت في عالم الفن ومن بعدها ما شاء الله انطلقت أيوه. انا